السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حبيباتي المشتركات والزائرات، نرحب بكم في فيديو جديد ودرس جديد لهذا اليوم. حنديروا مع بعضنا قفطان عراسي نوار. طرزته بالميكرو وحنوريلكم اليوم المراحل من الاول للاخر كيفاه نديروه مع بعضنا. القماش اللي استعملناه تاع الاخت هو بيزو بيزو جالاكسي، ولا خلينا نشوفو كل واحد كيفاه يسميه، او يلمع كما راكم تشوفوا، او يلمع هو شويه خشين. عندنا السفيفه هذه 5 مترات، نحتاجو 5 مترات، دير 15 وساعات 18 نيل في المترة. عندنا الحسك هذا نتاع اللولو، نفتح لكم تشوفوا، يديروا 2000 حبة ولا 2500. زينين وملاح، حاجة جديدة كيما راكم تشوفوا. هذا مليح نزينو به القفطان. كنوريكم المراحل تاع الصالة. أول حاجة درناها حبيباتي، طويت القماش نتاعي بطيت الداخل في الخارج. والله كما يقولوا يفهموا عليا البعض، طويته بالتنكيس وتحصلت عليه بالطريقة هذه اللي راكم تشوفوا فيها. عندنا كالعادة هذه، واني مخيطة على برا دركا مش الداخل، خاطرش اللي كنا نديروه في طية الداخل والخارج الأمام الخلف، أنا حنديرو الأمام في القفطان، اسما هو اللي حيولي أمام، واللي كنا نديروه خلف أمام هو حيولي خلف. أنا دوكا طويت برك بالطية هذه، حنحط المقاسات تاعي برك، خطراكش الأمام زايد على الخلف بالحاشية هذه اللي حتولي هي من القدام، وحنحط عليها هي القالون الحاشية تاع القفطان هذه، هي اللي حتجي هنا في هذا كيما راكم نديروه من الخلف. نبداو نحطو القياسات تاعنا عادي اخواتي، نجيو هنا نعرض الكتف ونطوي المتر تاعنا على 2 كيما متعودين. عندنا 41 نطويها على 2 ونحطو القيس تاعنا هنا عادي، والمورو تبشير من الفوق هنا ماشي هنا هنا فوق. نزيدو نهبطو 22 حبيباتي، 22 سنتيمتر. القيس هذا تهبطو بيه حتى مع وحدة جروندو تاي، تهبطو ب 22 سنتيمتر. خطاش تعود عندكم مرا جروندو تاي ولا سمينة، القيس تاعها حيزيد هنا في العرض، سما حد القيس يتزايد في العرض مش في الطول تاع خط التركيز، يبقى كيما راهو 22. كي نلقاو خط التركيز هذا نرسمو زاوية قائمة كيما عودتكم، ندخلو بزوز صباع نديرو نقطة، وخط التركيز هذا نقسموه على زوج كيما هكا، ونخرجو بواحد سنتيمتر صباع صباع يعني 1.5 سنتيمتر، ونوصلو النقاط ثلاثة هذه بعضها بالطريقة هذه، تحصلوا على حردة الإبط. جبنا قيس تاع دائرة الصدر اللي هو 123، ويناها على 2 كيما راكم تشوفوا، زدنا على 2، سما القيس هذا طويناه على 4، سما قسمناه على 4، تحصلنا على ربع القيس. نحطوه هنا في هذا الخط تاع دائرة الصدر، نديرو زوج صباع ونمورو، أنا نكون غلط في القيس، حندير في صالة واحدة أخرى صلحت ليش، نخليه زوج سنتيم هكا ولا زوج صباع، نديرو نقطة، نزيدو نهبطو 42 سنتيمتر. هنا في خط دائرة الخصر نهبطو عادي ب 42 سنتيمتر، 42 و43، نلقاو خط الخصر هذا، نحطو فيه القيس اللي هو 111، نطويو المتر على 2، نزيدو على 2، تحصلو على ربع القيس
نحطوه لهنا زايد زوج صباع، ونوصلوا النقاط اخواتي مع بعضها كما متعودين نديرو مع قبل. دركا حبيباتي حنحطو قيس دائرة الأرداف، نقيسو 22 سنتيمتر كالعادة ونمورو باش نعرفو المكان تاعها. نجيبو القيس اللي عندنا هو 1.40 متر ونقسموه على 4، نطويو 1 متر على 4 بالشكل هذا ونحطو ونتحصلو على القيس، ربع القيس زايد سنتيمتر، ونوصلو النقاط ببعضها. ثالث قيس نديروه ولا خط نديروه هو الخط المائل، نحطو المترة تاعنا من خط الأرداف إلى نقطة الصفر لتحت، ونرسمو خط متقطع. الطريقة هذه سهل عليكم على عملية الرسم الجيد. ثالث مرحلة هي ميل القفطان. في المرحلة هذه حنعطيكم معلومات مهمة، كل ما كل 40 سنتيمتر الارتفاع حيكون 2 صباع، 50 سنتيمتر حيكون 3 صباع. في الحالة هذه عندنا 65 سنتيمتر، نطلعو ب5 صباع. نقسمو الخط هذا لـ2 ونميلو بالطريقة هذه. 5 صباع أخواتي هي 10 سنتيمتر. كما شفتوني قسمت الخط في المنتصف وطلعت بزوج صباع ووصلت النقاط لبعضها، تحصلنا على الميل بكل سهولة. حبيباتي بعد ما قصيت القص تاع قفطان، قادي هنا نقصه مع بعضنا ميل الكتف اللي رسمناه بيه. أول حاجة نديروها ونتفطنولها باللي هذا الفوق هو الخلف، نفصلولو فتحة الرقبة مثلا 4 صباع هنا، كي 4 صباع منا وربع صباع منا. كيما تعودنا باللي الخياطة هذه تاع القفاطن ولا جلابيات ولا حاجة دي بالسفيفة هذه المغروكي ما نسجفوهاش، سما راح نستغناو على التسجيف. نفصلوا عادي فتحة الرقبة هذه تاع الخلف باش ما نغلطوش، ونديروها امام. دوكا هذه هي الامام كيما ما متعودين، هذه نخيطوها للداخل. انا خيطتها على برا باش من بعد نفهمكم كيف نخيطوها، نرقدوا هذه الحاشيه خلاص ونلصقوا لها السفيفه تاعنا. دوكا عادي ندير فتحة الرقبة نهبطو هكا 22 سنتيمتر، نرسمو دائما المستطيل تاعنا هذا اللي هو 4 صباع على 4 صباع باش نعرفو كيفاه نديرو فتحة الرقبة هذه. تتكون لنا هنا زاوية، نخشو هنا ب3 صباع الى 4 صباع، متركش حنديرها قل 4 صباع هنا الفوق برك اللي هي 7 سنتيمتر، و7 صباع اخرى هنا نهبطو كيما هكا خط مستقيم، نهبطو للميلان هذا حتى للزاوية هذه، وهنا نديرو الفتحة تاعنا الطريقة هذه. نديرو الفتحة هذه تاع القلب اللي نحتاجوها دائما في القفاطن، نفصلوها عادي نقصوها عادي. بقات لي غير الخياطة عفوا هذا خلف نحطو ليه، وهذا الامام نفتحوه مع بعضنا. انا الامام الجنب هذا درت فيه طرزه، وهنا لتحت درت طرزه.
بكاء اخواتي ليمون شتا القفطان هذا تروكار. جيبوا قطعه القماش اللي فضالت طويوها على ربعه بالشكل هذا، هنا الجهه المغلوقه هذه الطول تاع المونش حيعود 45 سنتيمتر كيما راني درت لكم هنا في الطاوله تاعي تشبه للسبوره. هنا في الارتفاع هذا وهو على 4 27 سنتيمتر. تجيو هنا في الجهه المفتوحه، منا مفتوح ومنا مفتوح، تقيسوا 17 سنتيمتر وتمرروا وترسموا. انا راني قصيت درت كلش بصح نعطيكم كيف قصيت. خط مائل من النقطه هذه للنقطه هذه كيما هكا. كي تلقاو 17 سنتيمتر ترسموا خط مائل حتى لهنا. نفهمكم كيفاه درت الحرده هذه تاع الموش. رسمنا خط مائل من النقطه هذه لهذه، قسمناه الى 2، والقطعه الاولى هذه قسمناها الى 2 وخرجنا ب 3 سنتيمتر ودرت نقطه. جيت للمنتصف هنا وخرجت بزوز ونص سنتيمتر وعينت النقطه هذه، وهنا في الجزء الاول قسمته الى 2 وحبست بنقطه. كي جيت نقص رسمت ساعه الخط هذا، بديت نقص الطريقه هذه. هنا نمشي بخط مستقيم حتى المنتصف الاول، من بعد نروح للمنتصف الثاني تاع الخط المائل ونقص ونتوجه لهنا 3 سنتيمتر ونقص حتى لهنا راس الكتف. نكون كسرت حدة الابط هذا تاع المونش. زدت باش نعدل هنايا القيس نتاعي، فتحت اليد فيها 20 سنتيمتر، نحيت السما من 27 سنتيمتر نحيت 7 سنتيمتر ورسمت هذا الخط المائل هذا هنا. هذا يتقص لي طيش يترمى. الطريقة هذه فصلنا ليمونش تروكار. مراحل الخياطة أخواتي حتكون سهلة بربي إن شاء الله، حتفهموها وحتنحاكم العقدة من كلمة قفطان وطريقة خياطة قفطان. من اليوم وراي حيعود عندكم طريقة سهلة وبسيطة جدا في تفصيل وخياطة أي قفطان تسخف. قبل ما تبداو الخياطة حبيباتي، توجدوا شريط اللاصق وتركبوا الخيط الأسود، تحطوا كلش حذا بعضاكم باش كي تبداو تخيطوا ما تنوضوش حتى تكملوه. أول حاجة تديروها تقفل المونش من الداخل بالطريقة هذه، تخليه شوية باش نلصقوا المونش في القفطان، وتكفوا المونش تاعكم على برا كالعادة كما راني ندير باش تسهل لكم عملية الحطان تاع السفيفة. خيطوها كما راني نخيط فيها وبنفس الطريقة كملوا المونش الثانية تاعكم. تجيبوا اخواتي فتحة الرقبة تاعكم من الخلف وتكفوها على برا بالطريقة هذه. تبعوها غير بالعقل بلا ما تكرونتيوها، تطويوها بالطريقة هذه وتخيطوا. كي خيطت وكملت جاتني شوية مكمشة، وليت كرونتيتها هنا كيما راكم تشوفوا كامل، هاني كرونتيتها كان باش تعدلت لي الفتحة تاع الرقبة كيما هاك. دوكا نزيد نكمل معاكم فتحة الأمام، فتحة الرقبة الأمام، ونوريكم كيفاش نخيطوا القانون عليها. نكفوها على برا كيما درنا في الخلف. دائما حافظوا على المسافة هذه وما نطوطوش، ما نطوطوش وحنا نخيطو، باش كي نكسرو كتان
حتفسد لاكوب تاع الرقبه. نخيطو غير بالعقل كيما هكا، نساعدو الكتان باش نحافظو على القصة تاع فتحة الرقبة. الطريقة هذه كي نوصلو للزاوية هنا نزلوها ونهزو في البيش ونخيطو للأمام، نخيطو منا حتى لتحت. هالمرة درنا قفطان عادي إيفازي، مرة أخرى نديركم قفطان ديكور. وصلنا لافونت هنا ثاني نكفو عادي. الطول تاعها الفتح تاعها هذا حسب رغبة الزبونة تاعكم. انا درت فيها 40 سنتيمتر، خطرت على راسي لازم تكون طالعة على فونت ولا هابطة بزاف. الطريقة هذه كون كملت الجهة الأولى، نفس الطريقة نكمل بها الجهة الثانية تاع القفطان. بعد ما كملنا خياطة الأمام كامل، نجيبو الخلف ونحطو الكتف على الكتف بالشكل هذا ونجمعوهم بالخياطة. قرب لكم الكاميرا حبيبتي باش تشوفوا الطريقة هذه، نخيطوا الجهتين مرة واحدة. كي تكملوا نقيوا الخيوط وزيدوا خيطوا، احكموا الخياطة هذه تاع الكتاف من الفوق باش كي نحطوا ليها القالون ما تعودش تبان. سهل علينا عملية حطان تاع الحاشية مرة أخرى. دركا جا دور تلصيق الحاشية، تلصق الحاشية هذه. نبداوها من التحت من الجهة اليمنى الجهة اليسرى تاع لافونت، ساير داير الدور حتى على فتحة الرقبة من الخلف، يعني فرد طريق بلا ما نقصو. تلصقوا الحاشية تاعكم بالطريقة هذه. أول حاجة تكون دايرة سكوتش هنا باش ما تستنسرش وما تفزش، وتبداو تلصقوها أفقيا بالشكل هذا. ثم كمبتدئات لازم تقوموا بالمرحلة هذه باش تنجحوا في التلصاق تاع الحاشية هذه وما تفزلكمش القفطان وما يتكمش لكمش هكا وانتم تخيطوا. لازم تحكموها مسبقا بزي بانجل براح ذبرة كيما هكا. طولوا بالكم وانتم تخدموا فيه باش تحصلوا على النتيجة الناجحة والصحيحة اللي حتبهركم كي تكملوا الخياطة تاع القفطان وتفرحوا بها. انا دوك نكمل التلصاق تاع القالون كامل ونرجع لكم. نعطيكم فكرة برك، كيما راكم تشوفوا فيا الحاشيه ما درت لها لا لصقه لا حتى حاجه، ما بليتها ما فورتها ما درت لها والو، نخدم بها طبيعي كيما شريتها وراي تنجح باذن الله. وكي تخيطوا القفطان وتحدوه ما تزيدوش تحدوه مره اخرى حتى تحصلوا على نتيجه هايله بلا لصقه وبلا تفوار تاع الحافه هذه. اخدموا بالطريقه هذه وحتنجحوا فيها بربي ان شاء الله. اخواتي انتم تلصقوا في القالون، لازم القالون اللي يدي الشكل تاع فتحه الرقبه كيما هاك، تمشيو معاه بالعقل ما تطوطوهش يعني ما تكسلوهش، هو اللي تحكموه تساعدوه كيما هكا ويحكم هو الشكل تاع فتحه الرقبه بالطريقه هذه باش تنجحوا فيه الخياطه تاعو. ها شوف ديرو، تحكموا بيديكم كيما هكا حتى يدي هو الشكل تاع فتحه الرقبه. كل ما تعدلوه تحكموا بليزي بانجل بالطريقه هذه. طيب شو راهو مخدوم كانه مطاطي كيما راكم تشوفوا، ياخذ هو الشكل ماشي هو الطوطوه وتفسدوا لاكوب تاع الرقبه تاعكم.
تكملوا بالطريقه هذه اللي شرحتها لكم وتحكموا لي زيبينغ الافقيا وتساعدوا الجالون بهو اللي ياخذ الشكل تاع فتحه الرقبه بالشكل هذا. تعدلوا وتحكموا بلي زيبينغ كما راني ندير ديروا باش تنجحوا في العمليه نتاعكم. دائما تعدلوا الجالون وتحكموه. حكموا افقيا كما راني نحكم فيه هنايا. كي نوصلوا للزاويه هذه تعدلوها جيدا، لازم تكون كيما الجهه المناظره لها نفس الاتجاه. كي تعود طالعه لازم تطلع الجهه اللي بحذاها. تحكموا مليح حبيباتي الطريقه هذه تحصلوا على النتيجه الصحيحه والناجحه لخياطه القفطان ولا الجالون في القفطان. كملوا حتى تكملوا تحكموا حتى لتحت بنفس الشكل. تيجي نلصقوا الجالون كامل ساير داير كيما راكم تشوفوا بالطريقه هذه من التحت للفوق كيما راكم تشوفوا كامل دي زيبانغ. وهذه الطريقه اللي حتنجحوا فيها بربي ان شاء الله، وحيصلح لكم الجالون هذا وتجي خياطه متقونه ومتحوفه بلا ما تتكمش. وهو هكا بلي زيبانغ تبداو تخيطوا فيه عادي. نبداو بالطريق الاولى هذه كامل حتى لهنا من هنا حتى لهنا، ومن بعد نعاودو نرجعو نخيطو هذه حتى لتحت كيما راكم تشوفوا معايا. نبداو ما تنحيوش الزيبان حتى تكملوا الطريق الثانيه تاع الخياطه. الطريقه هذه حتنجحوا في خياطه القفطان ولا اسهل. ما عودش عندكم رعب من خياطه قفطان، دايما تجيو هنا على الحاشيه. ندور لكم الكاميرا مليح. تجيو الحاشيه تاع الحافه تاع الحاشيه هذه هنا وتخيطوا ديروا اللون الاصفر. ردوا بالكم تخيطوا بالاكحل، تخيطوا بالاصفر باش تجي الخياطه مليحه. تعدلوا دائما كي يعود الجالون جابد على القماش تعدلوا وتخيطوا حتى تكملوا نهايه الخياطه بالطريقه هذه وبكل بساطه. نكملوا هكا بلا ما نفوروه بلا ما نلصقوه. الطريقه هذه هو يدي شويه وقت انتم تلصقوا فيه تنجحوا فيها 100%. مع الوقت حبيباتي كي تعود عندكم لاما في الخياطه وتبدو خياطات محترفات حتخيطوا الجالون هذا بلا ما تحكموا بلي زيبانغ. حتخيطوه مره واحده وتتعاملوا معاه بكل سهوله. كملنا الخيط ونرجع لكم. كملنا الخيط غير بالعقل، وانتم تخيطوا في الجالون ما تزربوش بزاف باش البرا ما تضربش مع لي زيبانغ وتتكسر لكم. كما راكم تشوفون قريب نكمل الطريق الاولى. كي نوصل هنا للنهايه ندور كيما هكا الطريقة هذه. ندور ندير فندار الجهن مرة باش نمثل الخياطة هذه ونبدأ في الطريقة الثانية كيما راكم تشوف. كي نبدأ في الطريقة الثانية نبدأ نحي لي زيبانغ هذا، منحيهمش قبل ما ندير الطريق الثاني. لازم كي نكمل كل ما نكمل نحي، ولكن كي نكمل خلاص الخياطه نحيهم مره واحده. خيطوا بالطريقه هذه
كاين كمان. كي كملت الخياطة تاع البانا خدرنا مع بعضنا هذا الزوج، زدت كملت ليمونج تاعي الطريقة هذه خي كفيتهم قبل ما نبدأ مع برا، ولصقت الكلام من فوق بالطريقة هذه تلقاو رافينيسيون من تحت كيما هاك نظيفة ما فيهاش الخيوط. نفس الطريقة للمونش الثانية، هاهي بداية ونهاية الكلام فاش تجي. كي كملت ليمونج ضاعت لي واحد النص متر، قسمتها على زوج وركبتها هنا في المنتصف تاع فتحة الرقبة. فتحت هنا القالون ودخلت هذا القالون، حكمته بليزيبانج وخيطته، حفظت على الزاوية هذه كيما راكم تشوفوني طويتها كيما طويت هنا، وجملت به فتحة الرقبة وزادت في القفطان النص. المهم ها أخواتي كي تخيطوا دائما بالسيفة هذه واش يفضالي لكم اخدموا به، ما تطيشوش خطرش السفيفة راهي غالية، وحاولوا تجملوا بها وتخرجوا بها فتحة رقبة مليحة. وكي نكملوا دوكا بقى لي غير نلصق له ليمونج تاعو هذا مكان. دركا اخواتي جينا لمرحلة تلصاق ليمونج، نجيب المنتصف تاع المونج ونلصقو في الكتف كيما راكم تشوفوا بالنقابية، ونجيو لبداية الإبط مع فتحة الإبط تاع المونج، ونبداو نخيطو عادي كيما متعودين مع بعضنا. نخيطو كي نوصلو للكتف لقينا القماش زايد نديروه بليات، لما كانش زايد نخيطو عادي حتى نكملو الجهة الأخرى. كيما راكم ملاحظين ما كانش لي بلي وجا متحوف هكا خير. نخيطو حتى نهاية المونش، فتحة المونش الجهة الثانية، تنكملوه. نقصوا الخيوط دائما كل ما نكملوا، وهاك تحصلنا على المونش بطريقة سهلة جدا. القفطان تاعنا وجد جا ما شاء الله هايل، شوفوا كيفاه لي موتيف كيفاه متاوه، زينتهم بالكافيار ولي بيرل والورود، وزدت له لصقت له الحسكات هذو راني مخيطتهم وزعتهم بالترتيب كيما راكم تشوفوا على القفطان. نتوما تقدروا تستعملوا هنايا لي موتيف هم يتباعوا، وتباهي وتعمروا كيما تحبوا كل واحد الذوق نتاعو. شوفوا لي مونش طرواكار بها ودفا كيما يقولوا، بها وسطرة كيما يقولوا الناس، جا هايل يصلح العرس يصلح المناسبة، بما انه موسم تاع افراح واعراس ربي يفرح الناس. حبيباتي اللي عجبها الفيديو تشترك معنا، كل وحدة دخلت وما اشتركتش نتمناها تشترك معنا وتنضم للعائلة تاعنا، نقولها هذه قناتك ترحب بك وتنتظر فيك وتلقاي فيها غير جديد بربي ان شاء الله. اي وحدة ثانية كانت ساخفة على قفطان راقي كيما هذا، هاي وريت لكم الطريقة السهلة والبسيطة يديروا بها قفطان، تبعوهم بك المراحل ويجيكم ما شاء الله. ثاني من الخلف هو الخلف تاعو، شوفوا فتحة الرقبة كيفاه جات فينيا هايلة. ثم الحزام اللي حابين ديروه ديروه، كل واحد حر في الحزام يستعمله ما شاء الله. حبيباتي نخليكم على خير، الى اللقاء في الفيديو المقبل ان شاء الله. دمتم اوفياء للقناة، خليكم في رعاية الله وحفظه، مع السلامة.